السلام عليكم متابعين الأعزاء، سنقدم لكم اليوم موعد عيد الفطر 2023 في جميع الدول العربية، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر معكم بنشر المزيد إن شاء الله. يعتبر عيد الفطر المبارك من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون في جميع أنحاء العالم، وخاصة أنه يأتي مباشرة بعد شهر رمضان المبارك ويمتد حتى 3 أيام وفيما يلي الموعد الفلكي لبدء عيد الفطر المبارك لعام 2023. ويعتمد تحديد موعد عيد الفطر على رؤية هلال شهر شوال، ويتم تحري هلال شهر شوال في مساء يوم 29 من رمضان، فإذا لم يتم رصد الهلال يستمر شهر رمضان ليوم 30 ويكون بعدها أول أيام العيد. هذا العام سيتم تحري هلال شهر شوال بمشيئة الله في كل الدول العربية يوم الخميس 20 إبريل عام 2023، ومن الناحية الفلكية فيتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة 21 إبريل نيسان 2023.